وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد باغا أستاذ التمويل والاستثمار جامعة قناة السويس. دكتور، يعني النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتفقد عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. طبعا يعني عايزين نتعرف من حضرتك أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت، خاصة أن هناك أزمات عالمية متلاحقة. مساء الخير يا فندم. طبعا زيارة الرئيس النهاردة هي في المقام الأول توجيه وتحية لمنظومة الإنتاج والتشغيل والاستثمار في مصر، واللي يمكن احنا في فترة في أحوج ما يكون للاهتمام بهذه الكلمة، كلمة الاستثمار وكلمة التشغيل، طبعا للحث على زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومن ثم توفير المنتجات للمواطنين، وأيضا زيادة طبعا الدخل القومي بشكل عام. نعم. طبعا الزيارة النهاردة هي جاية في إطار توجيه السيد رئيس الجمهورية لتسهيل منظومة الاستثمار في مصر وتقليل الإجراءات اللازمة لإنشاء وتدشين الشركات الاستثمارية المختلفة ومواجهة أي تحديات أو عقيل قد تعيق من تدشين أو إبداء التراخيص لمثل هذه الشركات. الحقيقة النهاردة يعني هي كلمة من السيد رئيس الجمهورية للتوجيه على دور القطاع الخاص ودور رجال الأعمال ودور الاستثمار بشكل عام في الاقتصاد المصري، وأنه الرهان في الوقت الحالي على أن مصر تقدر تستفيد من الأزمة اللي موجودة في الوقت الحالي ليه إن هي تنهض بنفسها وإن هي تقدر تستغل ما لديها من قدرات ومن إمكانات، خاصة وإن العالم النهاردة بيتجه نحو طبعا استغلال الفرص الممكنة اللي عنده، وبالتالي لا يمكن أبدا إن احنا نقدر نعيش في أمان أو نعيش في اطمئنان إلا لو كانت منظومة الإنتاج والاستثمار والتشغيل والتصنيع في البلد تكون واخدة حقها بشكل كويس جدا. نعم. أيضا السيد الرئيس دكتور محمد أشار إلى المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين ووجه طبعا بتذليل كافة هذه المعوقات. هل هذا يعني يعطي الفرصة أو يعطي الإشارة إلى المستثمرين سواء على المستوى المحلي أو الدولي للاستثمار في مصر، أو تكون مصر سوق جاذبة للاستثمار؟ خليني أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا. مصر تعتبر من أكبر معدلات العائد اللي ممكن تفتح الشهية بالنسبة لأي مستثمر سواء داخلي أو أجنبي. كمان مع هذا العائد إحنا بنواجه أقل معدل من المخاطر المحتملة اللي ممكن يتعرض بها الاستثمار. يعني الحمد لله إحنا عندنا ضمانة الاستثمار في مصر رائعة جدا، لدينا قوانين وتشريعات منظمة لهذا الأمر، لدينا مؤسسات معنية بهذا الأمر، لدينا منظومة قضائية تحل أي نوع من النزاع الاستثماري أو القضائي بمنتهى الشفافية وبمنتهى العدل، ولكن العبرة في النهاية في تدفق الاستثمارات بتكون من خلال المنظومة السهلة اللي من خلالها بيقدر المستثمر أنه يتحصل على التراخيص اللازمة لإقامة المشروع بتاعه. شكرا جزيلا دكتور محمد باغا أستاذ التمويل والاستثمار جامعة قناة السويس.